فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: عند إنكار المنكر فإن بعض الناس يقول هذه اللفظة وهي دع الخلق للخالق، فهل هذا الأمر صحيح؟ لا، ما يجوز هالكلام. المنكر ينكر ويبين للناس، ولا يقال دع الخلق، يعني يفعلون ما يشاءون خلى الله هو اللي يحاسبهم. لا، أنت ما واجب عليك أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله. نعم. السلام عليكم. تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا وعلى أوسع نطاق حادثة يقال أنها وقعت للفتاة المثيرة للجدل دنيا الصيفية منذ عدة سنوات، أين اختفت في ظروف غامضة من البيت وكانت عائلتها تبحث عنها وتم العثور عليها ونقلت للمستشفى آنذاك، ويبدو أن حادثة هذه المؤثرة أخذت أبعادا أخرى وأصبحت حادث العام والخاص، وأصبح الكثيرون يريدون معرفة قصة هذه الفتاة وكيف وصلت إلى هذه الحالة ومن هو المتسبب في فضح فيديوهاتها على نطاق واسع.